شو قصة أول حب في حياتك؟ والله هيك بدك تخرب الدنيا أنت. جارتنا كان بنت ساكنة عندنا في البيت بجنبنا، وأنا كان عمري 18 سنة، بلشت أشعر بال يعني اهتمام، وبعدين تطورت لحالة حب كبير استمر يمكن حوالي 7 سنوات وما انتهاش بالنهاية السعيدة، يمكن كان فرق السن تأثرت كتير يعني بالنهاية، كنت أتمنى أنا لليوم ببحث عنها بكل يعني تزوجت عدة مرات في سبيل البحث عن الحالة اللي كنت عايشها بهذيك الفترة. والله أنا علي أول قصة حب تزوجت بدري منها، ما لحقتش أحب لسه بعد، ما لحقتش أحب، تزوجت وأنا صغير. في عندك بمراحل مختلفة بكل مرحلة من حياتنا في حب. بالصف الرابط وبالصف الأول. شو صار؟ المسات بحبونا عشان إلي غمزات. هم يحبوك وأنت اللي حبيتهم طيب؟ لا. بس هم يحبوك؟ وكيف عرفت إنهم بحبوك؟ بحبوا غمزاتي. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. شو أول حب بحياتك؟ مرتي حبيبتي أم ياسمين، أول حب وآخر حب. يا عيني. من بس صرت كل المراهقين تاتا بيفكروا بالحب، بيفكروا بدهم يتجوزوا، بيفكروا تسعد جوزها، بيفكروا المراهق ما بيفكر أول طلعته إلا بالحب. بعدين بنضج وشوي شوي 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 وبتجوز وبخلف بنت وولد نفس التفكير. وبتقول لا هي لا ابدا ما بفكر، بتنام وبتقوم بتفكر. يعني كانت تترافق العمليه مع اغاني ام كلثوم، غدا ألقاك وألف ليلة وليلة، فكنت أفتح المسجل وأحطه على الشباك اللي بيني وبينها وأعلي الصوت وأقعد أغني معها، مع أنه ما كان صوتي جميل، كانت تقول لي أنه كتير حلو صوتك، وبلشت العلاقة. بس ما كانش في زي هلا اللقاءات، واحنا هون بخلال 3-4 أيام بتعمل علاقه، بس هناك لا ما كانش، كانت يعني حب عذري. واحنا صغار بتعرف يعني بسن 10 سنين 10-11 سنة هيك، كنا وقت الحج تودينا على المخبز فرش العجين، ونروح على المخبز وبنت الجيران نفس الاشي تاخذ الفرش ونروح على المخبز، فبقينا نستنى عاد نستنى لما الخباز يجي دورنا، هاي اللحظه كنا نضل نسولف عاد. هاي هي القصه يعني اول اشي يعني. عن اي نوع بدك اياه؟ حب ابن الجيران، حب السبا، حب الزماله، حب الشغل، يعني كله حب، بس هو الحب الحقيقي اللي بيستمر وبأثر فينا وبأثر فيي أنا هو هلأ حبي لأولادي وأحفادي، هذا أحلى حب في حياتي. كانت بصف أول، كنا هيك يعني كنا فريندز وكانت علاقة منيحة، وكنا نضلنا نقعد مع بعض ونطلع مع بعض ونروح مع بعض، بس هسا ما عندي أي فكرة وين راح، ما بعرفش عنها شيء. صف أول. صف أول. وكيف عرفت انك بتحبها بصف اول؟ كانت تعزمني على بسكوت. ما في قصة حب بعد الام. ما لا انا يعني بتذكر هي كانت اهدتني لما جيت اسافر،
على لبنان لأول مرة جابت لي علبة كاملة فيها أدوات حلاقة وعطر أولد سبايس، بتذكر العطر كان أولد سبايس. هذه هي الهدية، الباقي كانت هدايا مناسبات، يعني ما كانش الإمكانات المالية بتسمح إن نهدي يعني هدايا كبيرة. يعني وردة مع الرسائل مثل هيك، كنا رومانسيين أكثر مما يجب. والله قصة حب يعني هاي اللي مفهومة يعني بين العالم، ما عندي هيك شيء، بس أنا تزوجت وحبيت زوجتي، يعني اعتبرتها هي هذه قصة حبي، ويعني هي اعتبرها بالنسبة لي فالثروة، يعني المرأة هي ثروة بالنسبة للصالحة، هي ثروة بالنسبة للرجل، واعتز بهذا الشيء هذا. أول قصة حب بحياتي هلا، يعني أنا ما كنت بحب، بس لما شفت هذا الشخص حبيته كتير، يعني ما بعرف كيف بيحكوا من النظرة الأولى، وبالفعل قعدت 15 سنة وأنا بفكر فيه، وهلأ هو جوزي. مساء، أول قصة حب حياتي هي بنت خالتي، تمام، وانا يعني ناوي اخطبها من قريب. ماشي. اول تعرف اول طلعت الواحد بضل يفكر بس اتجوز واخلف وبدي اول ادرس وانجح ان شاء الله. انا درست بمدرسة ايطالية والحمد لله كنت موفقة، بس ما كملت، صار حرب العالمية الثانية، سكروا المدارس، بس أنا هلأ بحكي إيطالي وتعلمت شوية وطورت حالي، أنا بضل أطالع وإشي. لا هي يعني بدي إياها تطلع علي وهي دايري وشها مش منتبهة، فجبت بنسميها شعبة اللي هي خشبة وفيها مغيطة، ورحت حاطط فيها سلك، ورحت بدي ألفت انتباهها، راح غص بظهرها السلك أجا فيها صابها. أنا بدي بس أخليها تنتبه إلي، يعني أرميه جنبها وكذا، راح أجا بظهرها فغزها، كانت يعني لحظة دراما سيئة، تركت أثر عكسي. بعدين اتصلحنا وانتهى الموضوع. أمي، حيلك حيلك. أبوي يعني أبوي بعد أبوي فيش حدا، أهم حدا في حياتي أبوي، هو الأساس، والله هو الأساس، هو أسسني ورباني وكبرني وعلمني وسوالي كل شيء. أبوي بعد الأبو فيش حدا، بس الزلم اللي بدون أبو ملوش مستقبل. شكرا. كان هذا أيام الشباب، كنت طالبا في جامعة بولونيا في إيطاليا أدرس الصيدلة، هذا الكلام سنة 73 74 72، فمرضت مرض، يعني مرضت ورحت على المستشفى في إيطاليا، تفاجأت إنه في دكتورة اسمها لويزا طليانية، هاي لويزا يعني لو اجت على الاردن كان سكروا المطار، كان مضلش حدا في المطار ومشروعها من المطار لعمان. اجت وصارت تقول لي كيف حالك كيف صحتك، انا نايم مش واعي، وهي ظلت واقفه شافت حرارتي شافت مش عارف ايش، راح جابت الدكتور وجابت لما صحيت انا كويس، اللي هم الختياريين اللي حوالي قالوا لويزا بتحبك يا حسن، قلت كيف، قال والله العظيم انها يا زلمه ترجع عليك رج، شوف حرارتك وشوف مش عارف ايش. والله شويه اجت الويزا، وبعدين عندها صراحه قالت انا بدي اياك، قلت لها احنا بلادنا احنا متاخرين، قالت وين كان،
قلت لها احنا قالت انا دكتوره متاخر ولا مش متاخر اروح معاك على الاردن. قلت لها احنا مسلمين وانت مش مسلم. قالت بسلم بصير ديني زي دينك. قلت لها لا احنا يعني في عيلتنا احنا في ناحيه متكتمين وما بزبط. قالت إيه انت بتفكرني زي البنات الطليانيات بسرح مع الشباب. انا لحد الان بنت عذراء زي بنات العرب والمسلمين وعمر الطريق الفاضي ما مشيت فيها. ايه بدأت البنت تخش في قلبي. صرت والله ما انا مصدق وهي تيجي كل يوم ما اصدق وهي تيجي وطول نهارها قاعدك. انا مش يعني انا حاببها بس يا بعد شغله الارتباط هاي مش وارده عندي لان الساعه طالب وبيجيني مصريه من الاردن والامور مش سامحه والجو ضيق فانا ايش قلت لها طيب اللي بدك اياه بس اليوم بدي اروح انا تعبان مش قادر اقف عشان العمليه وبدي اروح وبكره باجي. ثاني يوم ما جيتش ثالث يوم ما جيتش رابع وقاومت نفسي صرت يعني اضغط على حالي بشدة. قلت لا بصبر وبتحمل وهذا الحب بدي ألغيه. والله حتى رحلت من الدار اللي أنا فيها على دار ثاني مشان ألغي مسلسل الحب اللي قاعد أسبوع وسلامتكم وتعيشوا. راحت بيزا. استنى أول ما كانوش نقعد معاه أول خلص بيروحوا أهلي بيسألوا عليه بيشوفوه بيقولوا شكله مقبول وسألنا عليه طلع محترم. وبقت تقول أمي خدي صاحب الصنعة ولا مالك القلعة اللي عنده صنعة أحسن إشي. وسألت أنا بثق بخالي سألته عجبك قال لي كتير. ما هو بتعرف أول ما تشوف خطيبها الوحدة أو يشوف خطيبته الحب شوي شوي بينبنى. شوي عجبت وبعدين بدأ بالحب. أنا بديت أضبطه لعلي ها 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 عشنا حبينا بعض. بس ما طولنا صارت الهجرة وانقلبت حياة الواحد كلها. وإن شاء الله بتعود فلسطين إن شاء الله. أملنا بالله وضل أملنا حاطين ببالنا إن نرجع فلسطين بالشباب النشأة الجديدة دول. بعدين يعجبك تحمل مسؤولية والكل يخاف منه. وشوية زعل شوي عم نبني زعل مع البليط أجت جلطة وتركنا. لسه الأولاد مش مخلصين جامعة وأنا 40 سنة كنت بس قمت بالواجب الحمد لله الحمد لله. وهلأ قديش عمرك؟ 94 سنة 94 ما شاء الله العمر كله يا ستة. بس أنت ذكرتنا بشيء يعني ما لازم يعني نسيت قديم يعني. ومن يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب. وبعدين أنا مبسوطة والله كتير كتير مهند بوجودك وكتير أعجبت فيك ومبسوطة فيكم. أنت حفيدي